أرجو من فضيلتكم شرح كيفية غسل الميت، وهل يترك الصدر على جسده أم ينظف؟ أفتونا أثابكم الله. غسل الميت أن يوضع على سرير الغسل برفق مستلقيا، وأن يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما هو مستعد للخروج من جوفه، ثم ينجى بمعنى أنه يغسل المخرجان، يعني يجرد من ثيابه ويوضع سترة على عورته، ثم يعصر بطنه كما ذكرنا حصرا خفيفا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من داخل السترة التي ما بين السرة والركبة، يدخلها إلى عورة الميت وينجيه بأن ينقي المخرجين السبيلين ويغسلهما بالماء، ويكون كما ذكرنا مستور العورة، ويدخل يده من تحت السترة، وتكون اليد أيضا عليها لفافة لئلا يباشر مس العورة، وإنما يكون ذلك من وراء اللفافة التي على اليد، ثم يوضئه كوضوئه للصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه وفي أنفه، وإنما يدخل خرقة مرطبة بالماء يدخلها في فمه فيمسح أسنانه، ويدخلها في أنفه فيمسح داخل أنفه بهذه الخرقة المرطبة بالماء، هذا يكون بدل المضمضة والاستنشاق. ثم إنه يوضيه وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء على جسمه ويغسل برغوة الصدر رأسه ولحيته، ويفيض الماء على جسمه ويجعل الصدر مع الغسل من أجل أن ينظف الجسم، ويكفي عن الصدر الصابون المعروف الآن، والأكمل أن يغسله ثلاث مرات، وإذا اقتصر على غسلة واحدة منقية فإنها تكفي، ولا يترك على جسمه شيئا من الستر، بل يغسله وينظفه، وإنما يضع على جسمه شيئا من الطيب، على منافذ جسمه شيء من الطيب يجعل في قطن، ويجعل على منافذ جسمه كعينيه وفمه ومنخريه، ويضع من الطيب أيضا في مغابن جسمه، في طي ركبتيه وبين فخذيه ومغابن جسمه، ثم يلفه بالأكفان ويعصبه حتى تثبت الأكفان عليه، بوضع أصائب فوق رأسه وفي وسطه وعلى رجليه وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا.